نور نور مغامرات نور. مرحبا يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور مغامرات نور مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور، تمنحنا للطاقة حين تتحركون معي. سنعطيه الطاقة يا نور، سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور 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 مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة، أتحرك عندما تتحركون، وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. المهرجان. أهلا يا أصدقائي، أنا وديدي نستعد للقراءة. يبحث ديدي عن الناجة الدمية التي يحبها كثيراً. انظروا، تبدو الناجة الدمية حزينة جداً. ربما تحتاج الناجة الدمية إلى دمية تلعب معها. من أين أحصل على واحدة؟ لا أعرف، شخص واحد يساعدنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. إنه يعمل، ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر، لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحباً ديدي ونور، لا أصدق ما أرى. تبدو النعجة الدمية حزينة للغاية. كيف عرف هذا؟ أوه، هكذا؟ ماذا سوف نفعل؟ كنا نأمل أن تخبرنا ماذا نفعل. يجب أن يبحث ديدي عن صديقة للنعجة. هذا ما كنا نفكر فيه، لكن أين؟ أين نعثر على واحدة؟ لنرى إذن. أها، كما توقعت، اذهبوا إلى المهرجان. المهرجان؟ ما هذا؟ المهرجان هو مكان مليء باللعب والأراجيح. ستجدون في المهرجان أشياء كثيرة ممتعة. هل تعني أننا سنعثر على دمى كثيرة هناك؟ نعثر على دمية جديدة لنعجة الدمية؟ هناك حل لهذه المشكلة. سنذهب إلى المهرجان ونبحث عن صديقة للنعجة الدمية. للذهاب إلى المهرجان عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. المهرجان.
ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على المهرجان. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى! اجروا يا أصدقاء! الباب! نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، دب قطبي، إنه يبدو لطيفاً مثل النعجة الدمية. لا تقلق يا ديدي، سنعثر على صديقة للنعجة. نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر، هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة، على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عاليا، مدوا أيديكم، والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب الدب القطبي. هيا بنا. واو، الطقس بارد هنا، لكن المكان جميل جدا. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. إنه عبر الوادي. هذا الأمر سهل جدا يا أصدقائي. واو، إنه دب قطبي. وما هو عصا قفز؟ دببة قطبية قافزة. هاي أيتها الدببة، أفسحنا الطريق. لماذا تمنعنا الدببة القطبية من المرور؟ هذه الدببة القطبية القافزة. تحب الدببة القطبية القافزة القفز بعصا القفز الممتعة؟ تقفز عاليا. في هذه الحالة عليكم أن تجتازوها بسرعة، من هنا ومن هناك، كي تواصلوا الطريق. نجتاز الدببة القطبية بسرعة؟ يا لها من طريقة عجيبة. لاجتياز الدببة القطبية القافزة بسرعة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجتاز الدببة القطبية القافزة؟ القارد الحفار، قنديل البحر المهتز، أم الثعلب المراوغ؟ الثعلب المراوغ، أحسنتم. هيا
إلي يا أصدقائي. كي نجتاز الدببة القطبية القافزة، علينا أن نراوغ مثل ثعلب. راقبوني! ديدي يراوغ مثل الثعلب. لنراوغ جميعاً مثل الثعلب. ما زلتم في منطقة نور؟ هذا رائع! عندما أقول ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. جري! اجروا ونتوقف ثم نراوغ. واصلوا الجري يا أصدقاء. هيا نراوغ مثل الثعلب. الحركة المستمرة رائعة. تحركوا معي يا أصدقائي. لن يمسك بي أحد. أسرعوا يا أصدقائي لنجتاز الدببة القطبية القافزة. راوغوا معي. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. واصلوا القفز يا أصدقاء. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. هيا نراوغ مثل الثعلب. هيا بنا نجري بسرعة. هيا نراوغ يا أصدقائي. أوشكنا على الوصول. نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا الدببة القطبية القافزة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة النور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع حقا يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، ما هذا؟ هذا حيوان المدرع يا ديدي. حيوان ماذا؟ حيوان المدرع. دائما يحب حيوان المدرع أن يتدحرج مثل الكرة. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة على أطراف الأصابع. تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب حيوان المدرع. هيا يا أصدقائي. انظروا، أوتاد البولينغ. أظن أنها مباراة بولينغ. أحب هذه اللعبة. وأنا كذلك. هل ترون الباب الثالث؟ ها، انظري، ها هو هناك. إنه عبر ملعب البولينغ. هذا أمر سهل يا أصدقاء. لنواصل الطريق. احذر يا ديدي. واو، حيوان المدرع. حيوان المدرع المتدحرج. كيف نصل إلى الباب الثالث وحيوانات المدرع تمنعنا؟ هذه صالة بولينج حيوانات المدرع. تكور حيوانات المدرع نفسها كي تلعب لعبتها المفضلة. يجب أن تقفزوا عالياً بقوة كي تتفادوا حيوانات المدرع.
نقفز بكل قوة؟ كيف نفعل هذا؟ للقفز فوق حيوانات مضرة، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقفز بقوة فوق حيوانات المضرة؟ عجل البحر المصفق، الضفدع القافز، الدودة الملتوية. الضفدع القافز؟ أحسنتم! نعم يا أصدقائي، كي نجتاز حيوانات المضرة علينا أن نقفز مثل الضفدع. راقبوني! يقفز ديدي مثل الضفدع. لنقفز جميعاً مثل الضفدع. ما زلتم في منطقة نور؟ هذا رائع! عندما أقول ثلاثة، اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، قفز! اثنوا ركبكم ثم اقفزوا عالياً. هيا نقفز فوق حيوانات المضرة. اقفزوا مثل الضفادع. اقفزوا مثل الضفادع. اثنوا أقدامكم هكذا ثم اقفزوا عالياً مثلي أنا. انخفض مستوى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقاء، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. واصلوا القفز يا أصدقاء. قفز قفز قفز. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. اقفزوا معي. هيا يا أصدقائي، أوشكنا على الوصول. نعم، نجحنا يا أصدقائي. اجتزنا حيوانات المضرة. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع يا أصدقاء. هذا حيوان المضرع الذي يحب أن يتدحرج. يريد أن يذهب معك يا ديدي. إنه يتدحرج بسهولة. احتفظ به يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. العجلة الدوارة. هيا بنا إلى المهرجان. إنه ليس موصداً. هيا يا أصدقاء، لنبحث عن صديقة للنعجة الدمية. واو، انظر يا ديدي، المهرجان يبدو مكاناً رائعاً. نعم. هل ترون دمًا في المكان؟ انظري هناك. إذا دحرجنا الكرة في الحلقة التي في الوسط، سنحصل على هذه الدمية الجميلة. أريد أن أجرب. لا أرى أي كرة هنا. لا يمكننا اللعب دون كرة يا ديدي. ألن أحصل على دمية صديقة للنعجة الدمية؟ ليت معنا شيئاً لنستخدمه ككرة. شيئاً يتدحرج مثل الكرة. هذا ديدي، لن ألعب مع حيواني المضرع الذي يتدحرج مثل الكرة الآن. إنني أفكر في شيء يتدحرج كي نصل إلى الدمية. انتظروا يا أصدقائي، حيوان المضرع الصغير الذي يتدحرج. ممتاز، يحب التدحرج. أيها التنين، أنت عبقري. هيا جرب. انظروا يا أصدقائي. ها!
لقطة جديدة لدميتي. لن تشعر بالوحدة أبداً بعد اليوم. نحب جميعاً أن نحمل الدمى ونحن نقرأ في الكتاب. يشعرني هذا بالسعادة. وأنا كذلك، خاصة عندما أقرأ كتاباً معك. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. عثرنا على صديقة للنعجة الدمية. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا. هاي هاي.